اذا هي علاقات استراتيجيه جمعت بين مصر واليمن على مدار عقود طويله عززت اواصر التعاون الثنائي بين البلدين على كافه الاصعده وفي شتى المجالات السياسيه والاقتصاديه والاستراتيجيه والانسانيه وفي هذا الاطار ارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحده الاراضي اليمنيه وترحيب بكافه قرارات الامم المتحده ذات الصله فضلا عن تاييد التسويه السياسيه واجراء حوار وطني من اجل التوصل لحل توافقي العلاقات بين مصر واليمن علاقات استراتيجيه بامتياز نظرا للروابط التاريخيه والعربيه والموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين حظي اليمن بتأييد ودعم لابعد الحدود من القاهره بما يعزز من مكانته كجزء مهم من وطننا العربي ويحافظ على وحده اراضيه ويدفع به قدما نحو التنميه والتقدم الحرص المصري على العلاقات الوثيقه مع اليمن عززته صوت ثورة الثلاثين من يونيو التي اكدت على عودة العمل العربي المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، نظرا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي إطار الرؤية المصرية نحو دعم أمن واستقرار اليمن، تعددت اللقاءات التي جمعت قيادات البلدين وكذلك كبار المسؤولين، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن وبحث سبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الازمه التي يمر بها. الموقف المصري تجاه اليمن بعد ثورته في فبراير 2011 وما تلاها من تداعيات ارتكز دائما على دعم وحده الاراضي اليمنيه والترحيب بالقرارات الامميه في هذا الصدد فضلا عن تاييد التسويه السلميه واجراء حوار وطني من اجل التوصل لحل توافقي. مصر اكدت ايضا ترحيبها بانشاء مجلس القياده الرئاسي اليمنى لاستكمال تنفيذ مهام المرحله الانتقاليه في اليمن الشقيق حيث تامل مصر في ان تسهم هذه الخطوه في عبور اليمن الشقيق الى بر الامان وبلوغ الاستقرار من خلال التوصل الى توافق يمني يمني